السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير مهلبية سهلة بثلاث طبقات. إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابعونا في لاشين باش توصلوا بكل جديد. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنايا عندي 3 المعالق كبار ديال السكر، هنا السكر حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال النشا اولا المايزينا، كيس واحد من السكر الفاني من فئة 7 غرام، ونصف لتر من الحليب. نبداو على بركة الله. لناخذ كسرونة نديرو الحليب، كندير السكر وهاد الفاني وكذلك حتى النشا، نخلط مزيان العناصر هادي وهاد النشا هادي باش تذوب مزيان، وغادي نردهم فوق البوطة حتى يعقد هاد الخليط هذا مزيان. هنا كناخذ القالب ديال الكب كيك، فيه كندير هاد الكيسان هذا باش كيعطيني داك الشكل مائل. الا ما كانش هاد القالب هذا كناخذو كاس اللي كيكون كبير على الكاس اللي غادي نقدمو فيه، وكنحطوه بهاد الطريقه هادي كيجينا مائل. يعني كناخذو كؤوس اللي كيكونوا كبار شي شويه على هاد الكؤوس اللي غادي نقدمو فيهم، وكنحطوهم بهاد الشكل هذا. ومن منين كنديروا الطبقه الاولى وكتجمد كنعاودو نقلبو الكاس بهاد الطريقه هادي. هنا الخليط عقد كما كتشوفوا كيولي على هذا الشكل هذا، صافي كنحيدو وكنبقى نخوي الكؤوس مايلين بهذه الطريقه. هنايا غادي نخلي الكؤوس حتى تنخفض درجه الحراره ديالهم، ما يبقاوش سخان بزاف، وغادي ندخلهم الثلاجة حتى تبرد هاد الطبقه مزيان عاد نوجدوا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاج 200 غرام ديال الفريز اللي مقطع بهذه الطريقه، هذه قطع صغيره، 2 معالق كبار ديال النشا، 3 المعالق كبار ديال السكر، وعندي هاد لاغوم هذه ديال الفريز باش تعطيني اللون، حيت الفريز منين كنطيبوه كيمشي له داك اللون احمر، هذه غادي تعطيني اللون. وكذلك فيها حتى المذاق ديال الفريز، تقدروا تستعملوها وتقدروا تستغناو عليها ماشي ضروريه. وهنايا عندي كاس ونص ديال الماء اللي هي 240 مللتر. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير الماء وهاد الفريز هذا، نضيف النشا ونضيف السكر مزيان بهذه الطريقه هذه، غادي نخلطهم غير هنا في الخلاط. وكنضيف هاد لاغوم هذه، كناخذ منها تقريبا غير 4 معلقه صغيره ديال هاد لاغوم هذه، كناخذ منها غير 4 معلقه صغيره ماشي بزاف. وغادي نخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي. هنايا بعد ما طحنتو مزيان غادي نديرو فوق البوطه حتى يعقد الخليط بحال الخليط الاول، عاد نديرو في الكيسان. الطبقه الاولى بعد ما جمدات كتجينا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقلبو الكيسان بشكل معاكس بهذه الطريقه. هنا الخليط كيعقد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نجيبو قالب وغادي نبدا نفرغ في الكؤوس بهذه الطريقه. وهنايا غادي ندخل الكيسان عاوتاني للثلاجه مده ديال ربع ساعه كتكون الطبقه جمدات. غادي نحتاج هنايا الطبقه الثالثه، عندي نصف لتر عصير برتقال، 2 معالق كبار من السكر الخشن، 2 معالق كبار من النشا او المايزينا، كيس واحد من السكر المنسم بالفاني. نبداو على بركه الله. كناخذوا هذا عصير البرتقال كنضيف له السكر، نضيف له السكر الفاني، وكنضيف هاد النشا هادي، وكنحرك مزيان حتى كيذوب داك السكر وكذلك حتى النشا، وغادي نردو فوق البوطه
حتى يعقى ديال الخليط كما درت الخليط الاول والخليط الثاني. هذا هو الشكل ديال الكؤوس، دوك جوج طبقات اللي درنا منين كيجمدوا كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيدو فوق منهم طبقه ثالثه. هنا الخليط ديال البرتقال كيجيني على هذا الشكل هذا كيعقد. دابا غادي نخويه فوق الطبقه ديال الفريز وكذلك الطبقه ديال الحليب اللي درنا. غادي نخلي الكيسان هنايا حتى تنخفض درجه الحراره ديالهم وندخلهم الثلاجه حتى تجمد الطبقه الثالثه والاخيره. هذا هو الشكل النهائي ديال المهلبيه بعد ما كتبرد مزيان في الثلاجه. زينتها انا شويه بجوز الهند وقطع من الفراوله. الا عجبتكم وصفتي اليوم ديروا جيم وبارطاجيو واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.